طبعا كلنا كنا نتمنى فوز الهلال السعودي النهارده في نهائي اسيا على اوراوا الياباني، بس ايه اسباب الخساره وليه النادي الهلال في الفتره الاخيره مش نتائجه ومش اداء الهلال؟ وحتى لو بصينا في اداء الهلال في المباراتين سواء اللي في السعوديه سواء اللي في اليابان يمكن لعب شوط واحد ومش هو ده الهلال السعودي، حتى محليا في الدوري السعودي مش هو ده الهلال. يا ترى ايه الاسباب؟ يا ترى ايه الاسباب اللي خلت الهلال يخسر بطوله اسيا؟ وهل كان في بوادر وعلامات تقول ان الهلال هيخسر بطوله اسيا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، وعايز طبعا كل الهلاليين وكل الناس اللي بتحب الكوره تدخل تقول رايها، ليه الهلال السعودي خسر بطوله اسيا؟ هنتكلم في كل حاجه في الفيديو ده بالتفصيل في وجهه نظري اللي اتمنى انكم تسمعوها وتقولوا رايكم فيها. طبعا الهلال السعودي من الفرق الكبيره جدا وزعيم اسيا بجد مش هزار، بالارقام القياسيه الهلال السعودي فعلا زعيم. لكن انا قلت وجهه نظري اللي اتعادل في السعوديه يخسر في اليابان. اللي اتعادل في السعوديه يخسر في اليابان. فانت اتعادلت في السعوديه ليه؟ السؤال يا جماعه المهم اللي بيطرح نفسه. بدايه الفوارق الفرديه كلها بتصب في الهلال السعودي، فرقه مهاره لياقه جماعيه حرفنه كل ما تتخيله في الهلال السعودي، لكن اوراوا الجماعيه التنظيم الدفاع البحت ازاي المرتدات، فرقه منظمه جدا دفاعيه. ولما الهلال كان بيوصل وضيع، وحتى عرض لكم الفيديو بعد الملخص، الفيديو بعرضه لكم ان شاء الله هتشوفوه دلوقتي وانا بعرضه، ملخص الفرص اللي كان بيوصل لها الهلال وتنظيم قد ايه تنظيم الدفاع الاوراوا الياباني في انه يحافظ على الجيم وازاي بيقفل الجيم وازاي من كرة وهدف وخطف، وده اللي عمله حتى اللي عمله في السعوديه كده يا جماعه كفوارق فرديه فرقه. لا لا الهلال اعلى بكتير، الهلال السعودي النجوم سالم الدوسري كانوا ماريجا طبعا ميشائيل جالوا كانوا سلمان الفرج سعود عبد الحميد المعيوف الدوسري، فرقه كبيره وفرقه تقيله جدا 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 كعناصر فرديه، فرقه تقيله بمعنى كلمه تقيله. لكن اللي احنا عايزين نتكلم فيه ليه الهلال خسر، وجهه نظري انا اللي هتكلم فيها واتمنى اسمع رايكم فيها. طبعا دكة بدلاء الهلال اول حاجه مش بنفس قوه اللعيبه، يعني انت لما بيغيب اجاله ما بتلاقيش راس حربه ممكن يديك نفس نتيجه اجاله، ماريجا لما بيغيب بيأثر واظن شفنا غياب ماريجا اثر قد ايه، سالم الدوسري بعد الطرد حسينا بغيابه قد ايه، ومفيش البديل اللي بينزل يديك نفس الشغل، ما عندكش واحد لو ميشائيل دلجادو مش موجود حتى لما بيقعد مفيش بديل جامد بينزل، كاريو يا جماعه نفس القصه. فانت بالظبط مع يعني دكه بدلاء ضعيفة مش بنفس القوة، ومع احترامي يعني في لعيبة المفروض يعني هنقول السن والكلام ده كله، لكن لا ده يمنع ان الهلال السعودي في بعض اللعيبة يعني وصلت لسن معين بتعمل عليها، لكن كفاية بقى، لكن لان انت برضو محتاج الشباب، محتاج القوة، محتاج حاجات كتير. وغير كده كمان رامون دياز يا جماعة بيعتمد على كام لعيب بالظبط، فاللعيبة دي استهلكت بمعنى كلمة استهلكت، فرقة سافرت كتير، فرقة بتلعب بنفس يمكن 13 14 لعيب ما بيتزيدش عنهم، اللعيبة بدنيا تعبوا جدا، اللعيبة كتر السفريات، اللعيبة كتر الإصابات، اللعيبة كتر الغيابات، أثر كتير جدا على مستوى الهلال السعودي. فطبعا المفروض الهلال يعمله الفترة الجاية بدايل قوية، صفقات قوية جدا الهلال السعودي المفروض يعمله الفترة الجاية، يكون مجهز بديل لكل لاعب، يحاول يقوي دكة بدلاء الهلال السعودي. الهلال السعودي يا جماعة زعيم اسيا بجد، وجماهير الهلالية الموج الازرق بتبقى عاملة ازاي، فالقاعدة الجماهيري دي جماهير دايما بتلعب على بطولة، بتلعب دايما وصيف العالم في كاس العالم الاندية، فلازم الهلال السعودي يكون جاهز ويجهز نفسه. وزي ما بنقول لكل جواد كبوة، يمكن دي كبوة لكن هينهض بسرعة، فريق الهلال هيصعب بسرعة زي ما بنقول لان فرقة كبيرة. وطبعا زي ما بنقول الهلال السعودي يا جماعه انا بقول اهوت يمكن عنده لعيبه جامده، لكن البديل يعني انت هيون سون بيأثر، البريك عندك، المعيوف عندك، لازم توفر بدايل قويه، ولازم رامون دياز يعمل برضو حاجه اسمها التدوير، انك انت تدور على بديل، مش لازم كل الماتشات بنفس التشكيل، مش لازم اللعيب ما يقعد يكون بس مصاب او عنده ايقاف او حاجه زي كده، لعب ريحه حتى وهو سليم، نزل ماتشات انت ضامنها، نزل فرقه تانية، نزل لعيب تاني، نزل بحيث ان اللعيبه تبقى عندك على مستوى السنه كامله تقدر تأدي بنفس القوه. يعني ما ينفعش انت تلعب اجاله السنه كلها، ما ينفعش بدنيا بيتعب، ماريجا اصاباته بيتعب،
يعني لازم يكون في بدائل، ومش لازم اللعيب لما ما يلعبش يبقى مطرود او مصاب، بالعكس. فهي دي، ففريق الهلال السعودي يا جماعه انا وجهه نظري اللياقه البدنيه اللي اللعيبه تعبت من كتر السفر ولعبت من كتر الضغط المباريات والكلام ده كله. وبرده لازم اقول ان دكه بدلاء الهلال محتاجه تدعيم، وده اللي المفروض اداره الهلال اللي انا واثق فيها وعارف ان هي قد ايه، خصوصا النادي الهلال السعودي السنه دي بعيد تماما عن الدوري، مش هو ده الهلال في الدوري المحلي كمان، الدوري السعودي الدوري الروشن الدوري القوي جدا، مش هو ده الهلال. فالهلال بعيد والهلال بيخسر بطوله اسيا بسبب اسباب انا بقول وجهه نظري كان ممكن يتداركها، كان ممكن يكون افضل من كده، كان ممكن يفوز. انا معاك ان في توفيق وعدم توفيق، بالعكس في الفرص اللي انا بعرضها لكم الهلال راح شاط ضيع اكتر من فرصه، الكره اللي جت لايجاره كان ممكن يخلص شروط كاريوم. فالفكره ان الهلال بيخسر لان اللعيبه الهلال عموما استهلك من كتر المباريات، استهلك من كتر السفريات، استهلك ان في ضغط كبير جدا، استهلك ان رامون دياز يعني اظبط على بعض اللعيبه بس، اظبط ان هم دي اللعيبه بس اللي بيثق فيها اللي ممكن تكسبه، مع انه ممكن يكون في عنده بديل. اللعيبه تريح بعضها حتى كمان يا جماعه من دور المنافسه، لما يبقى انت عايز تخلق فرقه كبيره فرقه بطوله المنافسه لازم كل لعيب في واحد تاني في مركزه ينافسه، يعني اجاله تجهز له فرو التاني، اجاله خس على كام ماتش يا جماله يا جماله التاني جاهز، كاريو مش مظبوط يا جماله يا جماله اللعيب التاني جاهز، مش عيد الجادو يعني مش ظبط او تعبان تجيب له لعيب يخليه يغير، مع ان لعيب كبير جدا وعمل موسم عالي جدا، مش عيد الجادو مع الهلال. عندك كمان في الباك اليمين سعود عبد الحميد، لازم تجهز بديل وتجهز كل واحد في المكان في الملعب لازم يكون له بديل قوي يخليه يغير، يخليه يطلع اللي عنده، يخليه يزعل لو قعد احتياطي. وانت كفرقه انت المستفاد، انت المستفاد، انت اللي بتكسب، انت اللي يهمك النتيجه انك انت تطلع كسبان، فما بيهمكش سين او صاد، انت يهمك كمدرب او اداره ان الهلال يطلع كسبان. ومفيش حاجه نفكر في بقى في اللعيب نفسيته ومش نفسيته، ايه اللي مخلي في بعض الانديه بتكسب؟ لانها بتفكر في اسمها بس قبل اسم اللعيب. فالهلال اسم كبير، اسم كبير لكل جود كابو قدر الله وما شاء فعل على خساره الهلال قدام اوراوا. انا بقولها وجهه نظري، الخساره بدات من التعادل اللي في الرياض اللي في السعوديه، المفروض انت النتيجه دي كنت تخلصها بدري، بتلعب قدام فرقه اقل منك امكانيات بكتير، كل الفروق الفرديه بتصب في صالح الهلال، الهلال نجوم كره اعلى، فنيات اعلى، لعيب على لعيب اعلى، كل حاجه، لان انت بتلعب فرقه منظمه جدا، فرقه بتلعب كل كره بحساب، كل دقيقه في الملعب بيلعبوها بحساب، قد ايه التقفيل الدفاعي، قد ايه لما بيلعبوا مرتدات بدنيا عاليين عندهم استعداد يلعبوا لاخر دقيقه. المهم عايز اعرف منكم في الفيديو يا جماعه ايه اسباب خروج طبعا نادي الهلال السنه دي من الدوري السعودي بدون بطوله الدوري بعيدا تماما عن الدوري وخسرته بطوله اسيا. فاتمنى كل الجماهير اللي بتحب الكوره تقول لي ما هي اسباب هبوط مستوى نادي الهلال وخروجه طبعا وفوز اوراوا ببطوله اسيا وحتى كمان بعده عن الدوري السعودي. اتشرفت بيكم ويا جماله ويا جماله، وكل التوفيق للكره السعوديه في الايام اللي جايه ان شاء الله، والسلام عليكم.